حيق اللهم بيك التتويج والإخوان اللهم بيك. سمر هذه السنارة إخوانا، مسمرة هذه السنارة، هذا ما راه يمشي يطلق عليه. يلا خليكم الإخوان بلا ما نطولوا عليكم، تنفكوه فرجوا صوروا بعدا. ثالث هذا اللهم بارك. الاخوان السلام عليكم، نهار جديد الاخوان كيف العاده، راهو نهار فقط اصدقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم موكلين على الله. المهم الاخوان رجلنا البيلوطه، ها هي رطبه اللهم بارك، مونطينا البصيبات غنتوكلوا على الله، اذا كانت شي حصيله ان شاء الله رجع الله واحد قري فيه. المهم خليكم معنا ان شاء الله، راه المنزله راه شويه راه فيها الضبابه، والضبابه نفخات البحر كان مزيان، غاتنفخ مع الضبابه راه ولات يشلخ. المهم الاخوان الحيطه والحذر، بنادم الا كان مصيد الماء دابا راه ثقال والصياده وعارت، بنادم راه متر و10 متر و20 وما طيقش البحر. المهم يرد البنادم البال ماكسيمو، هادشي اللي كاين الاخوان، غنتوكلوا على الله، الا كانت شي حاصله غنوفقكم بها المباشر ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا، مرحبا بكم، جيبات التعاليق ديالكم اكبر محفز ليا كما كنقول لكم دائما. اخوان جداد مرحبا بهم، اخوان القدام شكرا على الكومونتيرات على الجيمات، حنا مواصلين هادشي على حسابكم نتوما، هادشي اللي كاين الاخوان. المنزله كما كتشوفوا الاخوان راه كاينه الضبابه، المنزله راه كما كتشوفوا راه كاينه الضبابه ساده. المهم غنتوكلوا على الله ونقلبوا، جا الله واحد قريب فيه غنشوفوا. مع هاد المنزله في الغالب كتسرد الماء الضبابه وكتنفق البحر، هادشي اللي كاين الاخوان. خليكم معنا شي طال بلاصه. السلام عليكم الاخوان، احنا الله سفيه بسم الله اطلقها سبحان الله. هذا يشوف المشاهدين انا الاخوان صافي زوين اللهم بارك. يلا اول غيد يلا هو الاخوان، كاين الضبابه كاين شويه البحر. المهم هو الاخوان على مولانا الكريم الله يجيب السميه. اخوان بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اخوان المصيد سلاح الله يجينا الاخوان، اضرب عليا واحد الصيفي زوين اللهم بارك، الله يجيب شي تقيويسات على المباشر ان شاء الله. بيلوطه رطبه الاخوان كيف العاده، فيها واحد شويه ديال الزيت نقيتات، شي 4 نقيتات ما تفوتهمش الاخوان. هادشي اللي كاين فندق كيف كنقول لكم قصبه، والفرشيه في الراس الفوق الاخوان، والبراسولات ها هما تحت من القصبه يعني 5 متر وراسخه معبوره، كتلوحا قدامك كتحضي مع البحر الاخوان. البحر قاسح شويه هنا في هاد البلاصه، الله يجيبها سمينه يا ربي. ها هو الاخوان اللهم بارك الاخوان اللهم بارك، هذا نصفي زين اللهم بارك. والاخوان نصفي مقلفي اللهم بارك وزيد في ذلك. سرغوا بسن الحقيق اللهم بارك التتويج، ها هو الاخوان اللهم بارك.
حمرا في الصنارة. اخوان مسمرة في الصنارة هذا ما غادي يمشي يطلق عليه. يلا خليكم الاخوان بلا ما نطولوا عليكم تنفكوه فرجوا تصوروا بعدا. انا الاخوان الثالث هذا اللهم بارك ان شاء الله هذاك على مولانا كريم الله يجيب خوه ولد عمو جدهم لكن شي شريا غير مساوس اكيد يشري غوض اللهم بارك الاخوان اللهم بارك وزيد في ذلك. احنا حتى هو مع البحر كاين البحر الاخوان قاسح يا الله قول على مولانا الله يتعالى الاخوان في زين تبارك الله حتى طلع مال مراديش مراديش يطلع والله مرادي يطلع الله يبارك امين ها 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 اللهم بارك الاخوان الجاوج العيح تبارك الله نسيت راس السلاح الاخوان وبالع على الاخوان اللهم بارك صارتها يا اخي قاعد فيه يلا الاخوان نجوز ونبغيش راه غزين اللهم يسير نصورو لاش كي نديرو اخوان زويز لاصق عليه هذا هو جيبها تاكل ولا تاكل مزيان اسيدي من جيب غير تاكل زويز قداش تا هو لاصق عليها الاخوان راه مابقاش بيه حادي ها اللوحة شي لوحات وغادي نمشيو للحرش عاوتاني نقلبو ان شاء الله البيلوطة إيما حاديناش غنقلبو بوري ان شاء الله المهم خلوكم معايا السلام عليكم شومبري لا 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 بعيد هذيك كتكرفسك
الاخوان السلام عليكم. المهم الاخوان النهايه ديال الرحله كما شفتوا معنا الاخوان، الحوت عاجز والمنزله راه الضبابه سدت حوته وسد فمه كاين والو الحمد لله. المهم قصرنا، عمرنا بريدات ديال هاتاي، حكنا لعبنا مع العشران، ماشي ضروري تنشد الحوت. الحوت راه مره الاخوان فراجة، مره البحر ديما ولكن الفراجة راه مره وخصوصا السنين الاخر سبحان الله العظيم راه ما بقاش داكشي اللي كان. المهم نزل اليوم ما معاوناش سبحان الله العظيم الضبابه والبحر تا هو تزاد، ما خلاناش نصيدو والحوت تا هو سد فمو. حنا مقدرين مع البحر مقدرين معاه، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، الله يجعل شي بركه، الله يلاقينا شي فراجة احسن من هذه ان شاء الله. المهم الاخوان الحاسين النهائيه بعد الشريغ اللهم بارك، كاين هاد الشريغو هاد الصيفي وهاد الشريغو وهاد جوج الكوارع هما الحصيلة النهائية الإخوان. القالية راه البركة وصافي. المهم هادشي اللي كاين الإخوان، الله يلاقينا في شي فراجة أحسن من هادي.